أكل طعم أولادي ولا في خبز. أكل الحمار صرنا نأكله. اطلعونا في علين الرحمة يا ناس. بدنا المساعدات تمرق ويحسنوها ويأمنوها وتصير تصلنا بخير وبسلامة. ينتظرون لساعات أملاً بالحصول على الطعام. بعضهم يحصل على بضع سكبات، بينما آخرون يعودون لمنازلهم دون ما يسد جوعهم على الإفطار. هذا حال مئات الآلاف من سكان غزة بعد أن ألقى الجوع بظلاله على المزيد منهم. الرقم ارتفع بشكل قياسي ليطال حالياً نصف سكان القطاع. وناس كثير نزحت إلى مدينة رفح، مدارس وخيمات، نازحين لا يجدون طعام ولا شراب. هذا ما كشفه تقرير جديد للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن 1,100,000 شخص يواجهون حالياً مستواً كارثياً من الجوع، والمرحلة القادمة ستكون أكثر تعقيداً، حيث توقع التقرير أن تصبح المجاعة واقعاً في محافظتي شمال غزة ومدينة غزة بين مارس الحالي ومايو المقبل، في حال مواصلت الجيش الإسرائيلي منع وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لنحو 300,000 شخص في هذه المناطق. برنامج الأغذية العالمي كان أصدر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن 210,000 من سكان شمال غزة أصبحوا في مرحلة الجوع الكارثي، فيما يكافح الجميع في غزة للحصول على ما يكفي من الغذاء.